بهدف توعية المواطنين حول أهمية صحة الأطفال وتوفير الوقاية لهم من سوء التغذية. وفي هذا الصدد قامت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بتنظيم يوم توعوي لأولياء أمور التلاميذ من أجل تأمين الرعاية الصحية والعيش في بيئة نظيفة وصحية لصالح التلاميذ في المدارس. في كلمته الافتتاحية، ممثل المدير العام بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، حيث قدم شكره لمنظمة الصحة العالمية على وقوفها الدائم مع حكومة البلاد في عدة المجالات لا سيما الصحية والتعليمية وإمكانية الحصول على خدمات حماية الأطفال. وأضاف بأن الوزارة ستقوم بنشر المعطيات والبيانات الخاصة بالتغذية المدرسية وخاصة في الولايات التي ظهر فيها مرض سوء التغذية. وقال إن الأطفال دون السن الخامسة هم الأكثر عرضة لسوء التغذية ويعانون من أمراض مختلفة كالحصبة والكوليرا، وقد تؤثر هذه الأمراض في نمو الطفل وتؤدي إلى ضعف القدرات العقلية والتطور الذهني.